صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. حلقتنا النهاردة تهم كل بيت مصري. حلقتنا النهاردة عن الطفل. الطفل هو مشروع، المشروع الوحيد لو نجح بيستفيد منه المجتمع كله، وبرضه لو فشل بيعود بأضرار المجتمع كله. كل ده هنناقش إن شاء الله في مواضيع أطفال كلها وسلوكها وتقويم الأطفال وتقويم كل ما يشمل الأطفال من سلوك، من الكذب، من العند، من الثقة بالنفس، مع الأخصائية التنمية البشرية أستاذة مروة محمد علي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. عامل ايه يا بوريكي؟ الحمد لله. الأخبار؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ازاي نبدأ نعدل سلوك الأطفال؟ تمام. تعديل السلوك بالنسبة للأطفال، أول حاجة لازم يكون عندي خلفية إن أولادنا هم مراية أو إنعكاس لسلوكنا معاهم، فأي سلوك هيصدر منهم ده نتيجة التعامل بتاعي معاهم، فهم اتولدوا صفحة بيضة، يعني هم معندهمش أي خلفية خالص بأي سلوك. طبيعي إن الطفل بيقلد باباه ومامته بالظبط، فبيبقى عندهم صفحة بيضة خالص، وإحنا اللي بنملى بقى السلوك ده، خصوصا هم صغيرين بيبقوا مسؤولين من الأب والأم. بعد كده لما بيبتدوا يتعاملوا مع الأطفال في الحضانة، في المدرسة، في النادي، في التمرين، بيبتدوا يكتسبوا منهم بعض السلوك الخاطئ. فعشان أبتدي أعدل من السلوك بيكون عندي مبادئ وأساسيات عشان أتبعها. أول حاجة يكون عندي إيمان بإمكانية التغيير، لازم من جوايا كده أكون متقبلة ومتفائلة إن شاء الله بإذن الله، ويكون عندي إيجابية إن طفلي بإذن الله هيتغير. دي أول حاجة. تاني حاجة يكون عندي صبر، السلوك الخاطئ ده ما جاش كده فجأة، يعني ما نمش صحي بقى عنده سلوك خاطئ، لا هو عنده أسباب برضو ليه السلوك الخاطئ ده جه. ممكن يكون جه نتيجة إهمال، نتيجة مقارنة أو تمييز طفل عن طفل، ممكن نتيجة ضرب أو إهانة. فلازم يكون عندي صبر إن السلوك الخاطئ ده هيحتاج مني شوية وقت كده. بعد كده لازم يكون عندي تقييم، هل الخطة اللي أنا عاملاها دي خطة كويسة؟ يعني بتحطي تارجت في المعامله مع الطفل، بناء عليه تبدا تقيم التارجت بعد فتره معينه. بالظبط. الخطه دي ماشيه معايا تمام ولا محتاجه ابتدي اعدل فيها ولا اغير الخطه خالص؟ مش كل الاطفال زي بعض. بعد كده عندي حاجه اسمها الاستمراريه، اني افضل مكمله بالموده والعلاقه الطيبه والحب والهدوء. يعني سلوك خاطئ هيجي بتعديل سلوك بالراحه، محتاج بس وقت. بعد كده عندي ما صحتش ونمت كده خلاص انا عايزه امسك ابني غير لي واحد اتنين تلاته، لا مع مرور الوقت، لا هو سلوك واحد فقط اللي هبتدي بيه. سلوك واحد فقط بس اللي هبتدي بيه، يعني بناخدها ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. بالظبط. نشوف الخلل فين مثلا، نبدا نعالج الخلل وبعد كده نبدا نخش على اللي بعديه. بالظبط. اكتر سلوك مزعج بالنسبه لي وبالنسبه له ومسبب اللي حواليا ازعاج هو ده اللي هبتدي بيه. بس بالنسبه لو في طريقه للعقاب والصواب، طيب نبتدي بالإيجابية الأول. نبتدي بالإيجابية الأول. خلينا في الصواب. هو اللي هيحدد. يعني إمتى أنا أعاقبه وإمتى أنا أكافئه؟ تمام. الصواب هو اللي يحدد المكافأة بتاعته. يعني مثلا أنا عايز أجيب له لعبة وهو مش عايز اللعبة دي. فمش أنا اللي هحدد له المكافأة. الأول أسأله أنت حابب إيه؟ والصواب ضبط الطفل في سلوك إيجابي. أول ما يعمل حاجة إيجابية همسكه، تعالى أنت دلوقتي عملت حاجات مكافأة وحاجات حلوة تستاهل مكافأة. فهبتدي وامدحه كتير قدام الناس. ده بيرفع الروح المعنويه طبعا. طبعا. فضبط الطفل فيه سلوكيات ايجابيه. بالنسبه بقى للعقاب، العقاب انا عندي تعليق على كلمه عقاب، هي بلاش كلمه عقاب، هي اسمها تاديب. تاديب، لان كلمه عقاب دي كبيره جدا جدا جدا. بمعنى ان العقاب ده اتعمل لمين؟ للمجرمين. اللي بيعملوا جرائم وكوارث وحاجات كبيره. لكن هل الطفل الصغير ده ممكن يعمل جريمه او كارثه او مصيبه؟ لا خالص، هو بس بيبقى محتاج تعديل سلوك او تهذيب. يعني ما تسميش عقاب، العقاب ده حاجه بشعه، يعني بتعمل كمان اضرار. يعني مثلا اقول انا بعاقبك، انا مش هديك مثلا الموبايل ده، ما مش هتخرج من اوضتك الفتره دي، ما فيش خروج من غرفتك مثلا قد وقت معين، ما فيش موبايل في خالص النهارده. ده العقاب بالنسبه ليهم، يعني مش العقاب اللي هو الضرب طبعا، لان اكيد الضرب والحاجات دي بتاثر في سلوك الطفل. طبعا طبعا. العقاب، ايه الفرق ما بين العقاب والتاديب؟ العقاب بيجي بدون انذار، انما التاديب انا ببقى الاول بعرفه ايه الصح من الغلط، وببتدي اقول له ان لو في الحاجه الغلط دي اتعملت لازم يكون مصمم على انه يعمل السلوك الخاطئ ده.
فدي اول حاجه عشان ابتدي اعمل له تاديب. الفرق ما بين العقاب والتاديب، العقاب بيجي بدون انذار بدون اتفاق، فجاه انا اخدت منه الموبايل ده ما كانش متفقين عليه، هو مش عارف يعني انا عملت ايه غلط دلوقتي عشان اتاخد مني الموبايل، فبالتالي عملت ايه؟ ما انا بعرفه بقول له انت غلطت في كذا كذا كذا، فانا مقابل غلطك انا هاخد منك الموبايل او مش هتخرج من اوضتك الفتره دي مثلا زمنيه معينه. يعني نصحته مره واثنين وعرفته ان السلوك ده خاطئ، يعني ما بقاش العقاب على طول خالص كده، بقى عقاب بيعمل لنا كده دلوقتي اضرار او تعديل السلوك على طول. يعني لازم يعني اول غلطه عادي اتعامل معاها عادي ما فيش مشاكل خالص من غير اي ايوه عشان هو صفحه بيضه ما عندوش خلفيه خالص، فابتدي اعرفه من تاني مره او تالت مره ابدا ان انا اتفهم عشان ممكن يكون نسي ممكن يكون نسي على الحاجه الصح اللي احنا قلناها له، فبالتالي افكره مره تاني وتالت. لكن لو هو مصمم على الغلط لا، هنا ابتدي اقول له لا احنا هنا لازم تاديب مش عقاب، اسمها تاديب. تاديب لان العقاب بيعمل ايه؟ بيرفع الادرينالين في الجسم عشان بيجي فجاه بدون اتفاق وبدون انذار، فعمل لي ايه؟ الادرينالين لما هيزيد هيعمل لي توتر وهيعمل لي قلق وهيعمل لي اكتئاب، فكده انا اثرت على شخصيته بالايه؟ بالسلب. قللت له ثقته بنفسه بسبب العقاب. طب عملت له ايه تاني؟ بقى طول الوقت خايف يعمل حاجه، اثرت على الذاكره، اثرت على القوه العقليه، فما خليتوش مبدع، مش عارف يبدع، فبالتالي انا حجمت عقله طول الوقت، بقى قاعد انا خايف انط من على الكرسي لماما تضربني او ماما تزعق لي او ماما تعاقبني او موبايلي يتاخد او اي حاجه هيكون ده بيقلل الثقه في النفس. ما انا اثرت على الذاكره واثرت على عقله، فبالتالي حجمته بدل ما انا عايزاه يبقى ذكي ويطور من نفسه ويبقى مبدع ويطلع ممكن يكون مخترع، لكن انا كده اثرت على ايه؟ اثرت عليه، على ذاكرته وعلى ذكائه، خليته طول الوقت حاسس بعدم الثقه بالنفس، وبالتالي طول الوقت مستني اللي قدامه يحكم عليه ان هو انا بعمل حاجه صح ولا غلط، فما بقاش واثق في نفسه. بالنسبه للاطفال، في اطفال طبعا بيبقى هي مش هي هم مش مولودين بيها او اعتقد مولودين بيها، انا ما اعرفش اللي هو التعديل السلوك الكذب عند الاطفال. تمام، ازاي اخليه ما يكذبش؟ ازاي اخليه يكون صريح مع باباه ومع مامته في اي غلطه هو عملها؟ انا بس عايزه اقول على حاجات تبع التاديب، يعني ازاي اادبه. تمام، يبقى مبادئ برضو. خلاص نرجع للسؤال التاني للتاديب. اول حاجه في حاجه اسمها نوتي تشير. طب ليه اخليه نوتي تشير بدل ما اخليه مثلا كرسي التفكير؟ تعالى اقعد على الكرسي ده لو سمحت ومعاك 4-5 دقايق، فكر هل السلوك اللي انت عملته ده صح ولا غلط؟ لما ضربت اختك، لما وقعت زميلك، لما وقعت اللعبه، ما هو قاصد يعني مسك اللعبه، هو قاصد انه يرميها، مش واقع غصب عنه. طيب انت اللي انت عملته ده صح ولا غلط؟ اخليه يفكر، يبقى هو من نفسه عارف ان انا محتاج تاديب. يعني انت بتقعديه مثلا في مكان معين يفكر مع نفسه وطلع لي بقرار. وطلع لي بقرار. ده من سن كام لسن كام يبدا يتعامل مع؟ يعني من سن 3 سنين هو بيبتدي يبقى واعي معايا. 3 سنين ده كبير وفاهم، هو انسان صغير مش طفل، هو انسان صغير لازم احترمه. العقاب بيكون قدام الناس، يعني امسكه كده تلاقي اب او ام، انت النهارده ده العقاب المرفوض، ده المرفوض طبعا، ده المرفوض. انما التاديب فيه سريه، فيه احترام. فبيبقى بيني وما بينه، فطبعا هو بيسمعني وانا بسمعه، حفاظا على شخصيته، حفاظا على ثقته في نفسه، لازم تكون في سريه. طبعا. وبيبقى خصام مؤقت. سريه داخل العائله في البيت. لا، يعني ولا بيني وبينه بس حتى مش قدام اخواته. يعني مثلا يعني مثلا اخته مثلا ما تشوفش حاجه زي كده عشان خاطر ان هي تتعلم ان ده غلط مثلا. بيني وبينه عشان يعرف ان انا حتى بحترمه قدام اخواته. ولما اجي اعرفه ان انا دلوقتي في تاديب، لا انا برفض السلوك الخاطئ، مش برفضك انت. يعني انا بحبك وبحب سلوكك وكل حاجه، بس السلوك الخاطئ ده انت قررته مره واثنين وثلاثه وانا رفضته. غلط دي لا بلاشها. فانت بتقعديه بيقعد في مكان لوحده يفكر هو عمل ليه كده، ضرب صاحبه ليه، كسر حاجه ليه، ارتكب خطا ما، يعني بيقعد فتره مع نفسه يفكر في الخطا، انت بتقولي له كده وبتقعديه صح؟ ده المعنى. ويتحمل العواقب. انت دلوقتي مثلا ضربت اختك، لا يبقى انت مسؤول على ان انت تصالح اختك. لو مثلا كسر اللعبه، طب تعالى ونقوم يلا ونشيلها سوا لو هي ما فيهاش خطر انه حاجه تتكسر او كده. فيبتدي هو اللي يشيلها، تحمل العواقب. نرجع لسؤالنا بقى. تعديل سلوك الكذب
عند الأطفال. الكذب ده بتبقى كارثة بقى. كارثة طبعا. احنا قلنا ايه؟ ان هم سلوكهم مراية او انعكاس لينا. صح. فممكن احنا اللي نكون بنكذب واحنا مش واخدين بالنا مثلا. لو الباب خبط اقول لهم ان انا نايمة او معايا تليفون. لو التليفون رن انا نايمة. يبقى انا كده بكذب. فما هي ماما بتكذب وكذبة صغيرة، ايه المشكلة لما انا كمان اكذب على ماما؟ هما فعلا صفحة بيضة ف بيتلونوا على حسب طريقة واسلوب الوالد والاب والام. طب احنا نمنع يعني نمنعها ازاي؟ لو ما نخلوش يكذب، لو في طفل مثلا بيكذب باستمرار، هل الكذب بيبقى ناتج عن الخوف ولا هو اصلا عايز يكذب؟ لا، ممكن نقول لو في قسوة وضرب واهانة هيبقى خايف، فلازم ارضيه. لازم ارضيهم وهقول اللي هم عايزين يسمعوه. لو في ضرب او قسوة. طيب لو بيقلد لازم ابقى قدوة قدامهم. ارفض. طيب ممنوع خالص الاهانة. ينفعش ان انا اقول لابني او بنتي انت كدابة او انت كداب. طب ما هما كده كده شايفيني كداب فخلاص هكدب. فما ينفعش ان انا اكدب خالص. ده الكذب. العند بقى، ومعظم الاطفال في الجيل ده عندهم كمية عناد رهيبة. بيعاني منها اولياء الامور. ان الطفل بيكون عنيد، اللي في دماغه هو اللي في دماغه. دي نعالجها ازاي؟ هنرجع تاني نقول ان هما مراية او انعكاس لسلوكنا معاهم. فالعند يعني مثلا انا جبته قلت له هتلبس اللبس ده، او احنا بنشتري لبس انا عاجبني اللبس ده وانا شايفاه حلو فهتلبسه. كنت هسألك السؤال ده. كنت هقولك هل ممكن نجبر الطفل على لبس معين ولا نسيبه هو اللي يختار؟ نديله اختيارات. ما بين 2 لـ3 مثلا، عشان اختياراته ما تاخدناش لبيجامة مثلا في خروجه وهو مصمم على كده. فالطفل العنيد ما سيبلوش الدنيا مفتوحة. يعني مثلا احنا خارجين هقول له احنا مثلا معانا من عشر دقايق لربع ساعة هنبتدي نخرج. تحب من 10 دقايق ولا ربع ساعة؟ فلازم احترمه، لازم اعرف رأيه. يعني مثلا رايحين السوبر ماركت، ايه المتعة في السوبر ماركت ان هو يروح معايا السوبر ماركت؟ ما فيهاش متعة خالص، لكن انا ممكن اخليه يشارك معايا كشخصية. يعني مثلا لو بيعرف يكتب يبتدي يكتب الطلبات اللي احنا هنجيبها. ما بيعرفش يكتب هديله الورقة واقول له يلا امسك انت وحطها لي في السلة، او مثلا تعالى امسك الفلوس ويلا حاسب عمه. فاخليه يشاركني. ده بيخلي بيرسون عنده، الشخصية عنده قوية، فيري سترونج. طبعا بحترم، ماما بتحترمني وبابا بيحترمني. بيعتمد على نفسه، حاسس ان هو شخص وقراراته، هو واثق في قراراته. لو جه مثلا وشبط في لعبه او في حاجه وانا مش عامله حسابي. بنشوف برضو الحاجات دي في مول او سوبر ماركت او في اي مكان، انا عايز اللعبه دي. تيجي واحده مثلا تدي له بسكويت او اي حاجه حلوه عشان تهديه. الام تتعصب وصوتها يعلى وانت احرجتني وانت كسفتني. فين السريه؟ لو هو متعود اني انا بيني وبينه في سريه، هو كمان هيحترم السريه دي وهيطلب الحاجه مني بالراحه. فهقول له يا انا عامله حسابي وهنجيب اللعبه دي مثلا في الويك اند، او اول ما يتوفر معايا الفلوس هجيبها لك، او لما مثلا ممكن اجيب له حاجه صغيره لو ترضى ان انا اجيب لك بديل اخده اتوهه كده انا اللي اضحك عليه. فعرفت ما عرفتش خلاص، وقال لي خليها في الويك اند انا موافق. لازم اعمل بالوعد بتاعي. تنفيذ الوعد اهم حاجه مع الاولاد طبعا. ما انا كده هروح للكذب. لو ما بقتش قدوة انا وعدته. اوقات كمان بتوسع مننا لما نيجي نعاقب ونقول فيش سكوتر اسبوع. اجي بيني وبين نفسي ازاي اسبوع؟ الموضوع يعني كبر مني، يعني مش مستاهل اسبوع، فبالتالي مش هعاقبه. فكده ماما ما بقتش صادقه في الوعد بتاعها. انا بالنسبه ليا مع اولادي مثلا، اول حاجه بعملها بدور ايه احب حاجه ليهم واخدها منهم كعقاب، مش كعقاب زي ما انت بتقولي، كتعديل السلوك، تاديب. بدور على اكثر حاجه هم بيحبوها باخدهم. يعني مثلا هم الموبايل. الموبايل طبعا في ده لازم، ده شيء اساسي يعني. ما هي لعنه وفي نفس الوقت حاجه كويسه يعني. فلا مفيش موبايل النهارده. ما تخرجش من اوضتك النهارده، ما تخرجيش من اوضتك النهارده. ده اللي انا بعمله، فمش عارف ده صح ولا غلط. صح، بس ما نكبرش قوي يعني، ما ناخدش العقاب كبير قوي او التاديب كبير قوي. لا، بمعنى يعني مثلا يعني ما اخدش منه الموبايل يومين. هو كده كده اصلا ده استمتاعه فيه. هو كده كده اصلا انا يعني الموبايل المفروض يكون في الطفل مع الطفل ساعتين ماكسيمم في اليوم بالظبط، عشان احنا برضو عايزين نخليه مبدع، يطلع يطلع الطاقه اللي عنده مش في الموبايل بس. الموبايل ده بيقل من الذكاء.
فهو لعنه فعلا. هو بيتطوروا في حاجه معينه بس، انما كتوتال في الحياه لا. بالظبط. طب ناخد المكالمه الهاتفيه دي. ماشي. الو، السلام عليكم. صباح الخير يا ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد. لا لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 6 سنين بس هو بيكتب كويس جدا في الدراسه، حافظ الحروف كلها بس مش حافظهم. حافظهم كاسامي يعني. انا مثلا اقعد اذاكر له مره واثنين وثلاثه وبعد كده اقول له دي اسمها ايه، يقول لي نسيت اسمها ايه. بينسى. بس هو ذكي في الحياه يعني، ذكي في البيت. هو في الطبيعه ذكي، انما في الدراسه عنده مشكله النسيان. نسيان. بس يكتب من الف للياء عادي، بس ما يعرفش دي ايه يعني. مثلا يقول لك ارنب، بطه. مثلا لو تكتب سبعه ما يكتبهاش. هو كام سنه يا فندم؟ كام سنه؟ لو تكتب بص لفوق يقوم كاتبها. ثلاثه ما يكتبهاش. ثلاث سنين. هو كام سنه يا فندم؟ كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين. ماشي يا فندم. بتظبطي. طب بيعمل حاجه رياضيه او هو حركي؟ لا 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 لا، احنا عشان في ارياف والحال يعني على قد كده يعني. لا بيجري بيتنطط بيلعب. بيلعب وبيتكلم عنه خالص وبياكل وبيسال ويخش في حوارات عادي. يعني مشكلته بس النسيان في الدراسه. النسيان. وما يكتبش الحاجه الا لما اقول له مثلا زي ما انا قلت لحضرتك كده. لازم تفكري بيها يعني. انا عايز اعرف مثلا لو في دكتور ممكن اوديه له ولا ده عادي ولا مش عارف. تابعينا فندم. طب اخواته كده؟ اخواته كده؟ ليه اخوات كده؟ اخو الثاني عنده سنتين لسه. هو كبير ولا صغير؟ هو كبير؟ لا صغير، عنده سنتين. هو كبير. هو كبير. ما شاء الله، ربنا يحفظه. منك. شكرا. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. هو عنده مشكله ان هو في الحياه بتقولك ذكي جدا، بس في الدراسه بينسى. ده طفل حركي بيحب الحركه كتير، فلازم اشغله بحاجه يطلع طاقته، عشان ده ما بيعرفش يقعد ويذاكر ويكتب كتير. ما هوش راسي بمعنى الادق يعني. ما هوش راسي، بيحبش يقعد يبقى راسي كده. بيحب يتحرك كتير، عنده نشاط مفرط. ده يقول لنا انه ممكن يكون في موهبه فنيه في الرياضه. في الرياضه. يعني ده لو مثلا دخلته في كوره او في حاجه تطلع له الطاقه اللي جواه. الطاقه الحركيه. لما هيجي يقعد هيركز. وتدي له وقت صغير. وتدي له فاصل. بعد كده وقت صغير وفاصل. مش كله ورا بعضه. طب ناخد المكالمه الهاتفيه دي. الو. الو. استاذ اسماء من الجيزه. ايوه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا بنتي عندها 3 سنين. تمام. حضرتك انا بنتي عندها 3 سنين حضرتك. ممكن تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون؟ حاضر. تمام. حضرتك ماشي. 3 سنين. وما بتسمعش الكلام، ده اول حاجه. ثانيا بقى لعبيه، عايزه طول الوقت لعب فقط لا غير. مش ان انا مثلا لو قلت لها على حاجه ممكن تشتم. ممكن ايه؟ مش عارفه ان انا اعالجها من حته الشتيمه اللي هي تشتمش اللي قدامها. طب حد بيشتم يعني قدامها يا فندم؟ بالظبط. ايه؟ حد بيشتم قدامها؟ ممكن مثلا سبتها تقول لها مثلا يا حيوانه يا كلبه. ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا. ايه؟ ما علينا يعني في حد بيشتم قدامها يعني. هي ممكن تردد الشتيمه. تمام؟ تمام يا فندم. يعني انت مشكلتك ان هي ايه بقى؟ لعبيه. إيه؟ وتردد الشتيمه. ماشي يا فندم. تابعينا والاستاذه مروه هتقول لك دلوقتي. هو الطفل يعني موجود ليه؟ ما انا هي نفس القصه اللي بنتكلم فيها، ان عشان هو يلعب. لا هو الطبيعه بتاعته انه يلعب. مش بتكلم في النقطه دي. هو طبعا الطفل موجود للعب، موجود عشان خاطر يلعب يطلع القوه المفرطه، النشاط المفرط اللي عنده. هو زي ما قلنا في الاول خالص ان الاب والام مرايه للطفل. بالظبط. فعشان كده انا سالتها اول سؤال، قلت لها هو حد بيشتم قدام فاهم؟ هو صفحه بيضاء، بالتالي لازم هيتعلم الشتيمه وهيشتم. وطبيعي انه تعالي هي النقطه دي ازاي بقى؟ لا هو تبعد عن اي جو فيه اي الفاظ او اي اهانه، او يعني ده كده بيدمروا الطفل. فتبعد بقى، يا اما تبتدي تتكلم مع جدتها. ناخد فاصل ونكمل؟ طبعا. نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا. ورجعنا لكم تاني مع الاستاذه مروه محمد علي، اخصائيه التنميه البشريه. كنا بنتكلم بقى، بنقول ان اخر متصله استاذه صفاء من الجيزه.
كانت بتقول ان عندها بنتها مفرطه في الحركه وان هي بتشتم وان هي مش مركزه يعني. فانا بفكرك بس بالكلام عشان انت فاكره تمام يعني تمام. الحمد لله كويس. الحل ايه؟ الحل ان تتكلم مع اللي حواليها. انا دلوقتي عايزه اطلع ولادي سلوكهم سوي ومتزنين فنمنع خالص الشتائم. قدرت تعمل كده قدرت، ما قدرتش ده هيكتسبوه، فتبعد اولادها فتره وتخلي الزيارات قليله. هي بتقولي جدتها بتشتم قدام، مش تتكلم مع ممكن جدتها، ممكن تكون جدتهم عايشه معاهم فمش فمش ممكن ان هي اكيد جدتها حابه ان بنتها او حفيدتها تطلع حاجه كويسه. طبعا طبعا ما فيش حد ما بيحبش. فكل التلفزيون دلوقتي بيتكلم عن السلوك الايجابي والسلبي. الثقه في النفس ازاي نخلي الطفل يكتسبها؟ طيب ده بيجي برضو نتيجه التعامل بتاعنا معاهم. نعمل له كده كورنر للانجازات بتاعته، يعني مثلا نعلق لوحه النهارده مثلا ساعد اخته او ساعد زميله ويكتب فيها ونكتب ونعلقها ونمدح فيه قدام الناس، يعني انا ابني امين. وفكره ان انا اخده معايا فعلا السوبر ماركت وان هو يتسوق، بلاش نعمل شاور يعني، يتسوق معايا وان هو يكتب متطلبات البيت، دي حاجه كويسه برضه. وان هو يحاسب بنفسه دي حاجه كويسه، الصوره الذاتيه عنده بحسن الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي عنده، فبالتالي بيبقى واثق في قراراته. اعلق الانجازات بتاعته حتى لو صغيره، لو مثلا رتب السرير بتاعه او روق اوضته او شال اللعب بتاعته امدح فيه جدا واحسسه ان انت عملت حاجه حلوه جدا. زي ما قلنا ضبط السلوك الايجابي، ضبط الطفل فيه سلوكيات ايجابيه. طب هل مثلا لو انا يعني جالي ضيف مثلا من العيله، يعني مثلا جت اختي جت اخويا، هل اتكلم قدامهم عن عيوب اطفال ولا خالص؟ اصل ده امر شائع اللي هو الحكاوي بقى مثلا، يعني مثلا كرجاله انا ما بتكلمش كقصد، انا مثلا ابني عنيد، لا انا بتكلم مثلا كالام لو جت مثلا اختها زارتها ده ابني النهارده عمل كذا 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 ده انا مش عارفه اعمل، هل ده بيأثر على الطفل؟ طبعا بيقل الثقه بالنفس، بيقلل الثقه بالنفس. المفروض ان انا امدح فيه قدام اللي جاي من بره وعلق انجازاته ودايما طول الوقت امدح بدل ما اقول حاجه سلبيه، لا اقول حاجات ايجابيه كتير. معانا برضو اربع حاجات: ممنوع الضرب، ممنوع القسوه، ممنوع الاهانه او الاهمال، ممنوع التميز. اهتم بيه واشبع له رغباته النفسيه زي ايه؟ زي الاهتمام والحب، الرعايه، الموده، العلاقه الطيبه، يعني اكلمه بالراحه كده اطبطب عليه. في اطفال بيحبوا اطفال حسيين يعني طول الوقت عايزين يتحضنوا يطبطب عليهم. نيجي احنا مثلا نبقى مضغوطين بره ولا كده، ما بحبش التاتش، ابعدي عني دلوقتي او ابعد عني دلوقتي، ممنوع. لو انا ما عملتش ده معاهم مين هيعمل معايا كده؟ فلازم احتوي الطفل واطبطب عليه واقدم له كل الرعايه اللي هو محتاجها. طيب نيجي بقى لاهم نقطه، ازاي اكتشف ان الطفل لو موهوب؟ اكتشف ازاي ان هو موهوب وعنده موهبه وابدا اشتغل عليها، ازاي انميها؟ طيب كلنا موهوبين، كلنا والله كلنا. لو ركزنا مع ولادنا شويه، يعني مثلا زي الطفل الحركي اللي كان فيه اتصال من شويه، يعني كل الاطفال موهوبين عندهم موهبه؟ كلهم. ما انا بقول ان الطفل ده مشروع، والمشروع الوحيد اللي لو نجح المجتمع كله بيستفاد منه. بالظبط، احنا وبرضه هو المشروع الوحيد اللي لو فشل المجتمع كله بيتاثر بفشله. يعني لما يبقى الطفل ناجح وطلع مثلا مهندس او دكتور او ضابط او وات ايفر اي مهنه محترمه كويسه، نتيجه ان الطفل ناجح ده بيأثر على بالايجابيه على المجتمع. لو طلع فاشل طبعا بياخد منحنى تاني خالص فبيأثر بالفشل على المواطن. فعشان كده انا بقول ان الطفل ده مشروع لازم يهتم بيه. هو مجتمع، لو عايز انهض بال 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 بالمجتمع اعتني بالطفل. بالظبط، هو ده الجيل اللي طالع، فهم دول اللي هيكبروا، هم دول المفروض، هم دول اللي هيربوا بعد كده. هم دول وهو دول هيبقى المجتمع ذات نفسه. لو انا ربيت صح هيقدروا يطلعوا مجتمع افضل وافضل وافضل. فازاي بقى اعرف ابني او بنتي موهوبين؟ في مثلا لو لقيته بيشخبط على الحيطه، ده كده بيقول ان في حاجه فنيه. لو لقيته طول الوقت رايح جاي بيدندن بيغني، ده كده رايح لحاجه موسيقيه او سمعيه. اخده كده ادربه، يعني انا عندي سيف ابني طول ما هو قاعد يسال الرقم ده يساوي كام، الرقم ده زائد الرقم ده، يعني بيحب يسال عن الارقام. فانا حسيت ان هو عنده موهبه في ارقامه، مهارات عقليه، بيحب الحسابات، بيحب
عنده موهبه بدليل انه سؤاله 100 زائد 100 يساوي كام؟ 200 زائد 200 يساوي كام؟ ما شاء الله. وساعات يسال يعني سؤال حتى 130 زائد 125 يساوي كام؟ ولو قلت له الرقم خلاص بيثبت في دماغه. ما شاء الله. دي مهارات عقليه. دي مهارات عقليه لو اديته كورسات هيبقى يعني حاجه هايله. لو مثلا في طفل حركي بيتنطط وانا بقى دلوقتي مامته قاعده متضايقه من حركته او دي رياضه. بالظبط رياضه. لو مثلا شخبطه وكده حاجه فنيه. لو مثلا بيشوف قطه وعايز يطبطب عليها دي هوايه. انت كان عندك هوايه بقى اشتغلت على اهلك اشتغلوا عليها ووالدك والدتك اشتغلوا على الهوايه دي؟ من وانا صغيره. ده بجانب شغلك وبجانب طبيعه حياتك الوظيفيه اصلا يعني. هوايه الرسم. ازاي اكتشفت انت عندك هوايه الرسم؟ كنت بحب حصه الرسم جدا 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 فكنت باجي بقى في الاجازه. كانت والدتك ووالدك اكتشفوها؟ اخدوا بالهم ان انا بقعد ارسم كتير. نموها؟ كانوا بيجيبوا لي كراسات الرسم اللي بتتلون القطه والحصان والاسد فكانوا بيجيبوها لي واقعد الونها. نشوف حاجه من رسوماتك كده. ايه اقرب رسمه بتحبيها يعني من الرسومات اللي عندك؟ كلهم يعني كل رسمه يعني بحبها. اشوف مثلا موقف. احنا هيبقى معانا صور دلوقتي بتتعرض بيه. يعني مثلا لو شفت الصوره دي اول صوره هنا كده. طيب نعرض الصوره الاول نتفرج على الصوره. تمام. ايه الصوره دي يعني انت حسيتيها بايه وانت بترسميها؟ كنت ملخبطه في وقت من الفترات كنت حاسه بلخبطه كده فبدات جبت الوان خامه جديده ما عنديش خلفيه بيها خالص وبدات عملت اوت لاين وبعد كده لو انتهى. في صوره بعدها يا جماعه. الصوره دي جميله قوي الصوره دي. اعداق التفاصيل دي صوره راجل طبعا عجوز. شفت راجل عجوز. فاول ما شفته حسيت ان انا عايز ارسم حد عجوز. فدي بالفحم الابيض. بالفحم الابيض. ما شاء الله دي جميله قوي تحفه دي. دي بقى من اقرب الصور لقلبي يعني. فيها حاجات كتير يعني جدا. حتى التفاصيل التجاعيد الشعر طريقه الحجاب النضاره. وفيها تعبيرات كتير فيها عقل فيها رزانه فيها تعب السنين فيها شقة فيها حزن علامات الحياة دي بقى أنا عايز أفهم دي حزن يعني لما بيبقى الإنسان جواه صراخ وكمية غضب وزعل ومش عارف يتكلم ففجأة بيحس إنه عايز يعمل الشعور ده عن طريق الصرخة يطلع الألم اللي جواه المفروض الصورة دي بس اسمها الصرخة اسم حلو قوي لايق عليها دي صورتك في المعرض دي دخلتي معارض ده كايرو أرت ده معرض كايرو ارت وده الفنان عادل بنيامين اسمه عادل بنيامين فنان مشهور جدا فنان عراقي والمعرض ده كان تبع وزاره الثقافه كنت انت مندوبه فيه دي رسمتك برضو انت بتستلمي الجائزه الشهادات بتبقى حاجات جميله قوي لما بكون وسط ناس فنيين بنبقى نفس الروح ونفس الفكر ونفس الابداع فبحب قوي ابقى وسطيهم طبعا الرسومات دي بجانب شغلك طبعا انت عشان انت عندك أسرتي. عندك عندك الهوايه فبتنميها عندك رسومات تانية هنا ممكن نشوفها دي جميله برضو ما شاء الله انت لسه رسمه دي صح دي اخر رسمه ليك دي اخر رسمه دي دي برضو هنا اول مره ارسم على كانفاس يعني ما كنتش بعرف بيترسم عليه ازاي هل الرسومات ليها الوان يعني كل رسمه ليها لون معين او ادوات معينه مش لون الادوات كتيره جدا يعني في فحم في الوان زيت في الوان خشب باستل في كتير قوي دي ايه بقى دي اكريليك دي اكريليك على كانفاس الرسمه الثانيه نشوفها دي انت تخيلتيها ولا بترسمي شخص؟ لا دي واحده واحده فعلا في الحقيقه هو انا بصراحه انا لما شفت الرسومات واحنا بنعد الحلقه فطلبت منها انا بالحياه ان هي ترسم لي صوره فهي معاكي الصوره؟ بجد يا رب تطلع شبهك انا ما بضحكش ليه في الصوره معلش يعني انا المفروض اكون بضحك في الصوره المره الجايه المره الجايه المره الجايه ما شاء الله هي عجباني بصراحه يعني. ربنا يخليك حتى طريقه الشعر نفس طريقه نفس اللي في الصوره فعلا المره الجايه تكون بتضحك ما شاء الله ازاي قدرتي يعني تنمي الموهبه دي عملت لنفسي خطه بدات عشان ده اكبر دليل ان لو فعلا
الاب والام اهتموا بموهبه الطفل هيطلع ونام الموهبه فيها تطلع فعلا الموهبه فيه كويسه ويبدا يشتغل عليها وهيصبح ذو موهبه. هو هي حسب ما بتقول الاستاذه مروه ان كل طفل فعلا عنده موهبه فاحنا لازم نكتشفها في الطفل عشان نبدا ننبيه. اكثر حاجه تاييد لكل كلام الاستاذه مروه رسوماتها ان هي فعلا وهي صغيره هي طبعا مجالها ودراستها غير رسومات بس هم يعني والدها ووالدتها حسوا ان عندها مهاره كذلك بنتك. صح؟ معانا فيديو يا جماعه لو نعرضه لبنت استاذه مروه اسمها جمانة برضو طالعه منك طالعه واخده موهبه منك الرسومات ولوحدها. معانا فيديو لو 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 نعرضه هنتكلم على ما يجهزوه في الكنترول بيعرضوه في الكنترول بيجهزوه في الكنترول ده اكثر تأييد لكلامك ده اكثر حاجه بتأيد كلامك ان فعلا الطفل موهوب. الفيديو معانا ده فيديو بنتك صح؟ عجبني قوي لون العيون ما شاء الله يعني وهي لوحدها اللي عامله الفيديو وهي اللي عامله الفيديو لوحدها هي عامله الفيديو لوحدها. اسمها ايه تاني؟ جمانة نادر. جمانة انا عايز تقولي اسم ثلاثي جمانة نادر ابراهيم. لا ما شاء الله بجد يعني بتعملي معاها ايه بقى يعني انت بت بت بتديها الفرصه كامله؟ طبعا بس مش على حساب الدراسه. طبعا ده في الويك اند في الوقت اللي تكون فاضيه يعني انا عاجبني يعني في هنا في العين تبقى حته حمراء كده يعني هي مطلعاها التفاصيل التفاصيل ادق التفاصيل هي مطلعاها بصراحه يعني ما شاء الله ربنا يحفظها لي ربنا يخليك. ده رسمي والعين ما شاء الله يعني لون العين جميل قوي. ما هو ده اللي يقول لنا ان كل طفل موهوب حتى لو ساعد غيره حتى لو مثلا بعد ما بيلعب بيشيل اللعب بتاعته ده طفل منظم. بعدها خلاص بقى دي بعد ما خلصت الرسم ان شاء الله. برافو يا جمانة. هي كانت بترسم حد؟ دي صوره لوحدها هي اللي جابتها وهي مخيلتها يعني هنا الصوره ولا من مخيلتها؟ نقت صوره وجابت اقرب شبه ليها. طيب نشوف الفيديو التاني بتاعك. في فيديو تاني استاذه مروه نشوفه. انا بصراحه بحيي فريق كنترول النهارده واسره قناه الصحوه والجمال على الشغل الجميل اللي هم عاملينه بصراحه يعني تعبينهم معانا وفي اخر لحظه بداوا يشتغلوا في قبل الحلقه بحاجات بسيطه فانا لازم تحيه خاصه لكنترول قناه الصحه والجمال. دكتور ابراهيم فيق ما شاء الله بصراحه يعني بتحسي بايه لما بتيجي ترسمي مثلا انت داخله على رسمه بيبقى عندك شعور ايه الاول عشان خاطر تقدري تجهزي الرسم؟ هل بتذاكري الصوره؟ يعني اصلا انت لما رسمتيني مثلا يعني دي اول مره اصلا نتقابل فيس تو فيس طبعا لما ازاي رسمتيها؟ كان عندي هدف لازم يكون عندي هدف وابتدي اشتغل عليه وبعد ما بخلصها بحس بانجاز ودي فايده الهوايه. لا يعني قصدي مثلا الرسمه دي انت شايفه ان الرسمه مثلا بترسمي شخص بادوات معينه نوع من الادوات معينه ولا بتبقى اي حاجه انت مثلا بتيجي ببالك ولا بيبقى كل رسمه ليها كل صوره هي اللي بتنادي على ادواتها. هي اللي بتنادي على ادواتها بالظبط يعني انا عندي ادوات كتير جدا بس كل رسمه بحس ان هي اللي عايزه الادوات دي. يعني مثلا في رسمتك كنت حاسه ان عايزه اعملها ابيض واسود وقلت لا انا هعملها الوان. فكل رسمه بتنادي على الوانها او ادواتها. قابلتي مواقف في الحياه المهنيه في الهوايه او هوايه الرسومات قابلتي مواقف فيها؟ طبعا طبعا اكيد كان في احباط وكده بس كنت دايما اعدي ولا كاني شايفاه. اي كلام سلبي ولا كاني شايفاه اركز بس على الايجابيات. يعني كان في ناس بتنتقدك بكلام سلبي ايه انت بتصرفي فلوسك مثلا على حاجات هايفه. هم شايفين ان ده هايفه لكن انا بعد ما بخلص الرسمه بحس بانجاز بحس ان انا موجوده عشان اعمل حاجه. بعرف اطلع طاقتي السلبيه يعني لو انا متضايقه هعرف اطلع تقعدي ترسمي اي موقف بشوفه بعرف اعبر بيه. يعني ما افتكرش ان انا مره اكون زعلانه ومش عارفه اعبر لا بعرف اعبر. فدي لازمه الهوايات فعشان كده احنا نركز مع اطفالنا في الهوايه. نبدا ننميها. دخلتي معرض قبل كده طبعا؟ معرضين. كان احساسك ايه وانتي رسوماتك على الجدار متعلقه في معرض؟ كنت خايفه اشارك في معرض كنت حاسه ان لسه مستوايا يعني انا مش قد المعرض واول ما دخلت لقيتهم مبهورين برسمي. يعني افتكر ان كان الكومنت الوحيد ثقه في نفسك ايه
كانش عندك الثقه في نفسك؟ يعني كنت قلقانه شويه. طبيعي ان الحاجه بتاعت الشخص ذات نفسه بيبقى مهزوز شويه، معرض وهدخل وهشارك ويا هكسب يا مش هكسب. كان معرض دولي؟ المعرض الثاني ده كان دولي. المعرض الثاني كان دولي. اللي اتكرمت فيه المعرض الدولي ولا المعرض الدولي؟ الدولي. والاولاني برضو خدت فيه جايزه. كانت جايزه ايه بقى؟ شهادات تقدير. شهادات تقدير. ده ناتج عن رسوماتك يعني. يعني في كتير بيخش طبعا، في اللي في بيبقى ليه تقدير وفي ما بيبقاش ليه تقدير. بالظبط. انت طبعا من ضمن الناس اللي كان ليكي شهاده تقدير، يعني ده دليل ان شغلك ما شاء الله عجبهم. وكان اول كومنت ليهم الامضه بس، يعني الامضه محتاجه تصغر وتيجي على جنب. فلقيتهم ما انتقدوش رسمي خالص وقالوا لي انت ابدعت، يعني الست العجوزه قالوا لي انت عملتي رسم جديد، دخلتي ابيض واسود، احنا اللي نعرفه يا ابيض يا اسود، انت عامله تدرج الوان الجريهات، فدي حاجه جديده. حاجه عجبتهم جدا. فطبعا ادتني دفعه كده اني اكمل وادخل في المعارض. كان احساسك ايه ساعتها؟ انجاز، حاسه اني موجوده بعمل انجاز. بتعملي نفس اللي بتطبقي الكلام بيتطبق عليكي مع باباكي ومامتك مع بنتك؟ واكتر، عشان انا عندي خلفيه كمان بالموهبه، فحافظي على الوانك وادواتك وهجيب لك تاني. حافظي عليهم وهجيب لك تاني. لان في بعض الاهل بيدمروا الموهبه، يعني ازاي انا ابني حبيب السباحه فاخدته هنقضي طول الوقت في تمرين سباحه، ضغط ضغط ضغط، انت ازاي ما بقتش زي صاحبك اللي جنبك، فبالتالي جبت له احباط وقله ثقه بالنفس وكرهته في الهوايه. فدور الاهل لازم يكون دور متزن. مهمة جدا على فكرة. دور متزن، يعني انا ما بجيب لهاش رسمه اقول لها ارسمي جدا فعلا، يعني ان انا اقارنه بلاعب معاه او حد معاه في الفريق اقارنه بيه، بكرهه في الهوايه. انا كده بكرهه، بجيب له احباط فعلا. المفروض ان انا اشتغل معاه هو باتزان. باتزان، لا افور ولا اهمل. في حاجه طالعه جديده كده اسمها مهرجانات، للاسف الاطفال كلهم بيسمعوها. يعني مثلا لو دخلتي مثلا الطفل مثلا قاعد في اوضته ودخلت، ممكن يكون حط الهاند في ودنك ايه، بيسمع مهرجان، ما عندوش اقتناع تاني بموسيقى تانية غير المهرجانات. ازاي انا اقدر انتشله من موضوع المهرجانات ده؟ طيب العقل البشري معقد شوية، فما تخلوش كده بأوردر. الواعي واللاواعي، الواعي بيرفض اي أوردر. يعني ما جيش اقوله ممنوع الاغاني دي. ممنوع، ما ينفعش. لا، اخده واصاحبه، يكون في علاقه طيبه وموده ورحمه ما بيني وما بينه. اصل المهرجانات يعني فيها كلام صعب. صعب جدا. صعب كله جداً. سلوكيات غلط، كله كلام غلط. الطفل لما يسمع مهرجان او يسمع، انا مش عارف يعني ايه مهرجان اصلا يعني، فلما يجي يسمع ويسمع الالفاظ اللي بتطلع فيه، فبالتالي هو هيرددها، هذا شيء طبيعي. انا بسمع اغنيه فبردد الاغنيه. تمام. ايا كان نوعها بقى يعني، بس ده انا مش قادر اقول عليها اغنيه بصراحه، بس هي. طب احنا مقتنعين ان الاغنيه دي او المهرجان ده حاجه وحشه ولا لا؟ طبعا. طيب ما تيجي تقعدي معايا وتعالي نسمع المهرجان ده سوا. لا هو حتى فن شعبي ولا هو حتى فن كلاسيك ولا لا، يعني مش قادر اصنفه، يعني للاسف انا مش قادر اصنف يعني المهرجان ده نوع الفن بتاعه ايه، يعني نوع الفن ايه في المهرجان ده، انا مش لاقي له فن، مجرد من خبط ورزع هل هي دي سمه الجيل؟ يعني مثلا زمان ايام الاستاذ محمد ابو وهاب وام كلثوم ده كان نوع من الغناء، طلع بعد كده استاذ محمد ثروت، استاذ هاني شاكر، استاذ احمد ابراهيم، بعد كده طلع لون جديد تاني اللي هو بقى متمثل في عمرو دياب، مش عارف ايهاب توفيق، مصطفى قمر، هشام عباس، بعد كده بدا يطلع لون تالت اللي هو الجيل اللي بعديه اللي هو حسام حبيب، حسام عاشور، رامي صبري، بعد كده اتخانقنا في المهرجانات. طيب احنا ليه عينينا تروح للسلبي؟ لو بناتنا او اولادنا بيسمعوا المهرجانات تعالوا نسمعها سوا، وهسمعها فهلاقي كلام كده بذيء او كلام مش حلو يعني ان الواحد يسمعه، فهقول لها انت راضيه عن الكلام ده؟ ايه ده، انا ما اعرفش ان المهرجان وحش قوي كده. لازم اقنعهم بطريقه بالراحه، يعني كانهم اصحابي انا لازم احتويه، خصوصا الطفل من 19 سنين ده هو مش عارف انا كبير ولا انا صغير فعلا. فلازم احتويه، هو برضو مخضوض، انا ده مش جسمي، انا لسه كنت صغير. طب انا كده بقيت كبير، فلازم اخده. طبعا لازم اخده بالراحه واقنعه ان الاغنيه دي مش حلوه. هو نفسه هيتكسف قدامي من الكلمات اللي بتتقال، هيقول ايه ده صح، ده بابا عنده حق او ماما عندها حق، فمش هيسمع الاغاني دي تاني، هيبقى مكسوف.
ازاي حبيبه في الدراسه؟ مشكله برضه. ما ضغطش عليه برضه. ما ضغطش عليه. في ناس بتاخد اولادها عايزين يحققوا اهدافهم. انا عايزه مهندس. كان نفسي اطلع مهندس وخلاص ابني هو اللي هيطلع المهندس او طيار. فطول الوقت هخليه يذاكر. في الاجازه في ناس في الاجازه بيدوا دروس. ليه؟ ليه؟ على فكره غلط. طبعا طبعا هو محتاج راحه. يعني المفروض ان انا فعلا وقت الدراسه دراسه وقت الاجازه اجازه. المفروض ان هو مثلا لو جه عمل واجباته ابدا اكافئه ان هو حل واجباته وهو اللي يختار مكافئته. في اطفال بتحب تروح المدرسه عشان تقابل صحابها. يعني في اطفال تقول لك لا انا ما بحبش اروح المدرسه. فهي هو ما بيحبش يروح ده اكيد ليه اسباب. يعني اكيد ليه اسباب هناك. حد بيتنمر عليه. المدرس شديد شويه. الصحيان الصبح مثلا بينام متاخر فبيصحى متضايق الصبح. عنده سبب. هو ما بيعملش كده حاجه كده وخلاص. بيبقى عنده سبب. لازم الاب والام يبقى ليهم دور في ان هو ينام بدري عشان خاطر يصحى بدري ياخد راحته كفايته في النوم. ما يسهرش وبعد كده. لان معظم الاطفال بتحب السهر. في طفل مثلا لما تيجي تصحيه الاب او الام يلا اصحى يلا اصحى. طب انت فكرت لو صحيت الصبح بدري ليك مكافاه هزود لك المصروف مثلا. وطريقه الصحيان احنا ممكن كمان نستغل طريقه الصحيان في حاجه ان احنا نقوي ثقتهم بنفسهم. لان النوم فيه اربع مراحل. طبعا احنا واحنا صاحيين بيبقى عقلنا واعي. فيها الموجات في البيتا والالفا والسيتا والدلتا. الدلتا دي اللي هي النوم العميق. انا ممكن وانا بصحيهم اقول لهم كلام ايجابي يلا اصحي انت جميله. يلا اصحي انت قويه. يلا اصحي يومك حلو النهارده. يلا اصحي عندك اي حاجات حلوه كتير عايز تعمليها النهارده. واربيهم على جمله افعل افضل ما في عندك تحصل على افضل ما في يومك. يعني كل ما اديت ليومك حاجات حلوه هتحصل على حاجات حلوه. ده مفروض. ده مفروض فعلا. المشكله ان ثلاث ارباع البيوت المصريه بيسيبوا اطفالهم يسهروا ويناموا اثنين وينام واحده و12 واثنين وواحده. فأصلا الجسم بالليل بيفرز السموم وبينمو. يعني فتره النوم دي سبحان الله ربنا جعلها لافراز السموم الجسم ونمو الجسم. فان انا اعطله عن حاجه زي كده انا مثلا اكون نايم الساعه واحده وهما بالتالي الاب والام بيكبر دماغه يعني نايم هم اصلا سهرانين نايم ما بي خلاص فبيسوقوا يبقى غلط على مين بقى؟ كل البيت كله يصعب. لا طبعا غلط على الاب والام. مش عاملين قواعد للبيت. لازم يكون في قواعد للبيت عشان كلنا نمشي عليها. انا شاكر حضرتك جدا جدا جدا. الوقت مر معاك بصراحه. انا متشكره ليك. بصراحه انا مبهور برسوماتك مبهور بشرحك اللي فيه افاده جدا. وان شاء الله هيتجدد اللقاء معاك تاني. في حاجات كتير عايزين نتكلم عليها. انت قلت لي في حاجه اسمها تعريف الشخصيه عن طريق الخط. طبعا. ان شاء الله هنعمل حلقه تانيه مع بعض وهنتكلم فيها عن سلوكات الاطفال اكتر وهنتكلم فيها باستفاضه اكتر في حلقه تانيه ان شاء الله. شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا. مبسوطه اني كنت معاك النهارده. جدا معانا ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين. ارجو ان تكونوا استفدتوا منها وكل بيت مصري عنده اطفال يكون شاهدها واستفاد منها. الى اللقاء الى حلقه اخرى يوم الاثنين ان شاء الله. السلام عليكم.